الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية عاصفة رملية في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية العاصفة الترابية في المنام دليل على أن الرأي يحاول التخلص من مشاكله ويحاول بكثرة لأجل ذلك. المرأة المتزوجة التي ترى العاصفة الترابية شديدة في منامها إشارة إلى وجود مشاكل في حياتها تحاول الانتهاء والتخلص منها في المنام. تدل رؤية دخول العاصفة الرملية إلى البيت في المنام على كثرة الأموال والخيرات التي يحصل عليها في حياتهم. تشير رؤية الفتاة العزباء بدخول العاصفة الرملية لبيتها إلى مرورها بفترة من السعادة والفرح لها ولعائلتها. العاصفة التي تحمل الغبار في المنام تدل على وجود معاملات وعلاقات في حياة غير مفهومة وواضحة، والعلم عند الله وحده. المرأة المتزوجة التي ترى أنها تكنس بالمكنسة العادية في المنام بشرى لها بتغيير حياتها إلى الأفضل وحدوث تغيير إيجابي لها. قد تشير رؤية استخدام المكنسة الخشبية في المنام إلى تمرد الرأي وعدم موافقته على أمور حياته وسيرها، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء للمكنسة اليدوية في المنام تدل على تأخير سن زواجها لمدة من الوقت. في المنام تدل رؤية المكنسة اليدوية على ضرورة بذل الرأي للكثير من الجهود حتى يصل إلى هدفه ويحقق ما يتمنى. المكنسة اليدوية المكسورة في المنام إشارة إلى معاناة الرأي من بعض الخسائر والأزمات المادية، والله أعلم. كنس المرأة الحامل للتراب في المنام دليل على ولادتها بأمان وسلامة وتمتعها بالصحة هي وجنينها. الرجل الذي يرى في منامه بأنه يكنس التراب من بيته إشارة إلى حدوث مشاكل وخلافات في بيته مع زوجته وأولاده. في منام الفتاة العزباء تشير رؤيتها تكنس التراب إلى مرورها بعلاقة حب فاشلة لا تؤدي بها إلى الزواج. تشير رؤية التخلص من الغبار المتراكم داخل البيت في المنام إلى حدوث تغيرات إيجابية في حياة الرائي. التخلص من الغبار في المنام دليل على صعوبات تواجه الرائي في حياته العاطفية، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.